13 اخيرا حازم محترف خبره لا تقل عن 7 سنوات بكالوريوس التفرغ الكمال والجديه في العمل شخصيه قياديه ذات مشروع طموح. انا اكبر طموح يا جماعه لما هو حقي والشاهد الله. ان شاء الله اشتري منكم كل حاجة ان شاء الله. احنا اي حاجات انا مش اخذها الصراحة في حاجة عجبتني. في حاجة حلوة. وهذه من كل. لا مش للبيع. مش للبيع حاضر. اهلا وسهلا. بس والله في حاجات منو؟ منو؟ قصدي المدير فينو؟ من هو؟ المدير. المدير حقنا. في مكتبة ماشي منه. معك موعد سابق مع المدير. لا تقول لي معي موعد سابق مع المدير الله يرضى عليك. بتحمل المسؤولية. طلع قل له اني موجود لانه اذا انا موجود اكيد هو فاضي. حاضر 5 دقائق بس ابلغك وارجع لك. بتحمل المسؤوليه بسرعه. حاضر. قبل ما اجمل الله بك الكلبي بالرمان. اهلا وسهلا يا مدير. اهلا وسهلا. المدير في انتظارك تفضل. المدير موجود. موجود يا مدير تفضل. في انتظاري. تفضل. جيب الكيس. هذا يا مدير. خلاص خلاص شوف ايش داخله. خليني اجي. لا لا تسلم الله. قدامي. تفضل يا مدير. قدامي امشي. لحظة. عيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا متعب. اهلا وسهلا يا مرحبا. كيف حالك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا مرحبا. يا مرحبا اهلا وسهلا. ايش الصدفه الجميله هذا الذي اديتك عندنا بعد السنين هذه كلها؟ تفضل تفضل تفضل. اهلا وسهلا. تفضل المكتب مكتب. اهلا وسهلا. تفضل. ايش تشرب يا متعب؟ لا 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 سلام. ايش تشرب؟ لا حاجه. مالك تعب ولا ايش؟ لا 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 الحمد لله مرتاح. عارف ها. انت مدير هذه المؤسسه؟ ايوه الحمد لله. ومن هو صاحب هذه المؤسسه كلها؟ انا الحمد لله. والله ونعم ونعم. رعى الله ايام زمان لما كنت عامل بسيط في ورشه مثل علبه الكبريت في الحاره. ها ايام ما كنت تضحك علي. بس الحمد لله ربي رزقني من فضله. اضحك عليك. انا اسف انا اسف. بس قل لي كيف عملت لما وصلت لهذا بكله وانت ما درستش جامعه مثلي؟ حسبتها بطريقتي وشفت ان التعليم المهني افيد لي والحمد لله. شوف تعلمت النجاره وطورت من نفسي وفعلت المكتب وبنيت بيت واشتريت بيت وتزوجت والحمد لله. والمعرض اللي شفته تحت عنده تبعي يا متعب. ونعم ونعم. بس قل لي يا متعب ايش فعلت بعد ما تخرجت من الجامعه؟ انا ايش عملت؟ طبعا انا توظفت على طول على طول. توظفت محاسب قانوني في شركات طويله عريضه ملان موظفين. أسيطر على 24 موظف والفلوس تجري في يدي على مدار 24 ساعة. الله يفتح عليك، أنت كنت دائما تلحق بعد الزحمة.
وصلت لأمنيتك. بس الصراحة أنت حسبتها صح. وأنت ما حسبتهاش صح؟ وإذا أنت الآن بتقول لي إنك محاسب. لا لا حسبتها صح، بس بقى التعب وخسارة. بس أنت طلعت رجال من بدري. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. بس قل لي ايش اخبار زملاء انا عبد الرحمن وخالد وتوفيق؟ علي ما رضيوا شو يسجلوا جامعه مثلك. ايوه اعرف اخبار. بالنسبه لخالد اعتقد انك تذكره. ايوه اهل نفسه بدوره كمبيوتر وانجليزي بعد الثانويه، واليوم لقيه عمل على كيفك ما شاء الله. طيب وتوفيق؟ وتوفيق اخذ له قطعه ارض من مشروع الاخ الريس، استصلحها وخلاها مزرعة كبيرة، والآن معاه رأس مال كبير. تمام. وعبد الرحمن؟ وعبد الرحمن طبعاً دخل معي التعليم المهني، بس دخل قسم ميكانيك، والآن معاه ورشة كبيرة وسيارات، وأخذ أعتقد بعد قبل أيام وكالة قطع غيار، وزواج واشترى بيت. يعني كلكم حسبتوها صح؟ كيف؟ لا لا قصدي كلنا. كلنا حسبناها صح. أكيد. خاطرك. لحظة يا متعب، مالك؟ بس أنا كنت مشغول دقايق، مالك أنا عسير، ما جلسناش مع بعض. مرة ثانية إن شاء الله، أشتري حق العمل حقي. إيش معمل؟ الشركة اللي كلمتك عنه، الشركة أصلاً لو ما بحضرش، الشركة ذا الحين بتحصل كارثة. كارثة الله يستر، براحتك، بس نشوفك بكرة ولا مثلاً إذا فضيت ولا شيء لازم نشوفك. لازم نقوم بكلمة الضيافة والواجب. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ماله هذا الرجال دائماً مستعجل؟ لا عرفنا ما جاي يفعل اليوم لا عندي، ولا اسم الشركة اللي بيشتغل فيها. يا محاسب. يا محاسب. باقي لي 20. احسب صح. لحظة يا أخي. مالك؟ باقي لي 20، احسب صح. تفضل. شكرا. أنا آسف، أنا الذي ما حسبتها صح. صدق وساوس كل شيء ضمنت يصبح ضحية. مع السلامة غدا بنلتقي من جديد. سر البالية عبر هذا الكلام المبين. فكر شوية. فكر شوية. خذ من حياتك عبر هذا الكلام المبين. فكر شوية. فكر شوية. سلامة غدا بنلتقي من جديد. شر البالية. شر البالية. الكل يشكي ومن يتعب من المايرين يصبر شوية.
شر البانية الحق، ندرح قاضي الحق.